هنا لمن يهمه الأمر. كلكم تبعتوا أشتاج سيب الليل، فما ستاتيو اسمه فنان صحيح، لكن الفنانين هذو مزادة مواطنين. هذاك علاش اليوم باش ناخذوهم شنو عاشوا في الوقفة الاحتجاجية متاعهم وشنو باش يصير زادة اليوم في بلاصة ما تسيب الليل. الحكومة سيبت علينا الغاز، هكا عبروا أصحاب المهن الموسيقية والفنانين في وقفة احتجاجية البارح في ساحة القصبة بعد ما تعرضوا للغاز المسيل للدموع من أجل فض اعتصامهم المطالب برفع حظر الجولان اللي حرمهم من ممارسة مهنتهم وحرمهم من مورد رزقهم الوحيد. أصحاب المهن الموسيقية زاد اليوم الليلة باش يخرقوا حظر التجول بعد ما رفض رئيس الحكومة التحاور معاهم. شنو صار البارح بالضبط في القصبة وشنو ناويين يعملوا الفنانين الليلة، هذا باش نعرفوه في الجزء هذا من البرنامج. باش نبداو مع الفنانة منال عمارة اللي مشكورة باش تدخل معانا وتحكي على هذا الكل. منال أهلا وسهلا بيك. عشيمة مرحبا بيك ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا. يعيشك، نتمنى أنت تكون بخير. الحمد لله يا ربي يعيشك. باهي منال، أول حاجة شنو صار البارح في القصبة؟ البارح تلمينا نحن الناس الكل اللي تحت شعار سيب الليل، هو أشتاج سيب الليل راهو ماهوش كان للفنانين، خاطر الدومين نتاع الليل يخدم زادة لي سيرفور، يخدم البورتييت، يخدم لي فام دو ميناج، يخدم التاكسيستية، يخدم أصحاب المقاهي والمطاعم اللي هما تاو يخلطوا في الكريم تاعهم، يخدم زادة المهن المجاورة اللي هي تقني صوت، تقني إضاءة، معناتها فما لي دي جي زادة، فما برشا العاسين، هذوما الكل البارح نحن عملنا اعتصام في القصبة. وكنا حاضرين تقريبا 500 شخص موجودين غاديكا، وطلبنا مطالبنا. انا سمعت كتاب وقلت انه نحن نكتبوا انه نرفعوا حظر التجول. نحن عندنا برشا مطالب، منهم معناتها تو انت كي واحد اللي عايش في بيريود هكايا معناتها فيها وباء، ما ينجمش يجي هو كفنان ولا كيخدم في الليل يقول انا نحب نهز اعملوا لي اكسبسيون. نحن عندنا مطالب اخرين اللي هما على الاقل ينجموا يعاونوا شويه الناس هذوما. كيما شنو هو منال؟ ما نحكيش باسمي انا كمنال عماره، نحكي انا باسم الفنانين الاخرين اللي هما مش معروفين ولي كور دو ميتيي اللي سميتهم انا توا، واللي هما ممكن كما جيتش انا وزملائي الاخرين اللي تحت الاضواء موجودين ومعروفين، ما ينجمش صوتهم يوصل بالطريقه هذيا. نحن مثلا طلبنا حاجه اللي هي سهله برشا في نظري انا، معناتها بيان سور كل واحد وخدمته، كل واحد يعرف شنو اللي يعمل. فما الناس هذوما عندهم دي كريدي، عندهم كريديات، فما شكون حتى عنده كريدي باش يشري الاله الموسيقى نتاعو. صحيح موجود. كيف هو ما يخدمش يلقى روحه مسايب شيكات ولا ماخذ قروضات وهو ما ينجمش يسددهم، فهمت؟ فما الناس عندها ابسط الحاجات اللي هي فاتوره ماء وفاتوره ضوء. نحن اليوم وصلنا ل 50 يوم بطالة. انت فصلي اليوم معناتها كدولة عندك مواطن تونسي عنده 50 يوم ما خدمش، كيفاش تحبوا انت كي يجيه نتاع السباق ولا نتاع السونيد يقص عليه الماء ولا الضوء، شنو باش يقول له؟ لا راني بطالة عندي 50 يوم. انت هنا كدولة تعرف بهم الناس هذوما، على الأقل تعمل لهم لي كريدي هذوما، تشوف لهم فيهم حل، مثلا تنجم تمد الأجال نتاعهم توخره لهم، الفاتورات نتاع الماء ونتاع الضوء كيف زاد. نجم الناس هذوما اكسبسيونيلمون توا خليهم ما يخلصوهمش الفاتورات هذوما، فما زاد منح ظرفيه. فما الناس اليوم ما عندهاش باش تداوي، كيف تنجم تخرج منح ظرفيه؟ معناتها نحن ماناش رانا جينا قلنا لا رجعوا لنا الليل، نحن لازمنا نخدموا بالليل. هذه توا النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اذا كان انت باش تجي تقول لي انا سكرت الليل على خاطر فما تراجع، توا انا نناقشك نقول لك انا مانيش قاعده نشوف انه فما تراجع، وبالعكس يا اخي كورونا هي قاعدة تمشي كان في الليل وفي الصباح ما فماش. أنا وقت اللي نقوم الصباح تحل فيسبوك ونلقى إنه الحافلات والمترو ومعناتها وسائل التنقل كلهم الناس على بعضهم. إذا ما زاد حتى أنا كصاحب مقهى ولا كصاحب مطعم عمل لي 30% من طاقة الاستيعاب نتاعي وخفيني إذا كان أنا نزيد. قول أعطيني بروتوكول وأنا نتبع البروتوكول. فوالا ترص أنت ناس على بعضهم في 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 بالحق راني نتحمل مسؤولية اللي نقول فيه، ناس مرصوصة على بعضها. الفيديو ولي فوتو كل يوم نشوف فيهم في الفيسبوك، وتجي انا نخلص فكري نتاع محل ونجم نخلي الناس افاسي بنيت بعضهم ونحط طاوله بعيده على طاوله مع بروتوكول صحي كامل، وتقول لي ليه انت ما تخدمش 50 يوم ما تخدمش؟ باهي منال، انا عندي سؤال مهم برشا على خاطر برشا ناس تفاعلوا معاه برشا. معناتها بالحق البارح
الناس ضربت بالغاز في الوقفه الاحتجاجيه هذه، قلت لي 500 شخص فنانين وعازفين وغيره. امبارح بالحق تضربنا بالغاز وانا كنت موجوده والفيديو موجوده على الانستغرام تاعي لايف سجلت. اللي قاعدين زاد نعديو فيها توا على اف ام تي في زاد. مالوغوزمون حاجه اللي هي وجعت لي ياسر قلبي باش نحكي توا انا كفنانه. كيفاش انا كفنانه قدام داري اللي هي وزاره الثقافه، دار كل فنان صحيح ولا غالب؟ صحيح. قدام الوزاره يهان الفنان ويسيبوا عليه الغاز. انا هنا نحب نلفت انتباه، رانا نحن ماناش قاعدين نلومه في الامنيين، على خاطر الامني تطلع تهبط هو عبد مامور. وعلى خاطر انا ريت البارح الامنيين كيفاش يتصرفوا معانا، يكلمونا يقولونا يعيشكم رانا يزوكم تسيبوا الكيس، خاطر لازم نقولوا الحقيقه. نحن عملنا الوقفه نتاعنا في ساحه القصبه، قعدنا ثلاث سوايع في ساحه القصبه وكل ما صار حتى شيء سكرنا الكيس. تاكوردو دونك الضربه نتاع الغاز راه مش كان واحد قاعد جاي يضربك بالغاز. لا هنا زاد لازمنا نكونوا حقيقه، ما نعرفوش الحقيقه. طبعا هذه هي الشهاده وهذه المهم. اي طبعا. فوالا هذه الكلام مهم باش ما يجيش زاد يقولوا البوليسيه ضربوا الفنانين. لا احنا سكرنا الكيس وليدي جاو قالوا لنا عندكم في يديكم خمسه دقائق على خاطر الكيس لازم يتحل، ما كانش رانا باش نسيبوا الغاز. دونك سيبوا الغاز. انا نحبك انت منال معناتها بربي خليني نوضح التعامل مع الامنيين معانا راهو كان من الاول تعامل نتاع مواطن تونسي مع مواطن تونسي. معناتها تكلموا معاكم بالكدا، ناقشوكم بالكدا، ما كانش فما عنف وكل شيء. مهم. انتم تعرفوا معناتها انه هذاك عابد مامور يجمو باش يطيب الغاز هكا هكا. انا مش نخلي لك 20 ثانيه منال، كان عندك ميساج اليوم انا متاكده اللي فما رئيس الحكومه تسمع، اللي فما وزاره الثقافه تسمع، شنو توجه ميساج في 20 ثانيه خاطر من بعدك زاد انت نحب مهم انه باش ناخذ عازف اورغ معايا ونحبوا يتكلم غسان على اللي هو زاد عايشه. أنا اليوم نحب نقول حاجة بركة، راهو الفنان والمهن المجاورة للموسيقى رانا إنسان، الفنان إنسان، راهو لازمك اليوم أنت تقف على أهم حاجة اللي هي تحدد الشعب هو الكولتور الثقافة نتاعها، أنت اليوم قاعدة تهمل في الفنان وقاعدة تهمل في الثقافة هذايا، لازمك تلقى لها حل على خاطر رانا ماناش باش نسكتوا، نجم تعتبر اللي هذايا صرف الفزع، ما نقولش انه تهديد على خاطر ما عادش نجمو نهد وقت اللي واحد يبدا جيعان ما عادش نجم يهد يولي صرف الفزع، راهو حتى اليوم زاد كيف كيف باش ترجع انت اليوم انا عندي تصوير نتاع جودي تو في مع الحوار التونسي نكمل منه ومن بعد نمشي ديريكتومون ومن بعد باش تمشي. باهي انا نحب نشكرك برشا منال اللي انت خذيت الوقت باش تتكلم وباش تتكلم كيف ما انت قلت على كور دو ميتيي كلهم، مش بالضروره على شخصك مش على منال عماره، اما تقول لي كور دو ميتيي اللي ذكرتهم الكل. انا نحب ناخذ كمان صوته غسان الويتي معنا بالتليفون، موسيقي وعازف اورج. غسان مرحبا. مع السلامه ومرحبا بك. ان شاء الله تكون بخير يا غسان. ومرحبا انا عايشه كيف فضلك، وتحيه ليك وللناس اللي في البلاتو الكل ومنال عماره والفنانين الكل اللي وقفوا معنا ساندونا كعازفين. يعيشك غسان. انا نحب الحق قايم بالواجب. انا نحب 30 ثانيه غسان تكون فيها انت تعدي ام مساج تحب توصلوا اليوم لرئيس الحكومه ووزير الثقافه. نحكي على روحي ولا نحكي على ميسالش انا كيفهم عازف اورج، متخرج استاذ موسيقى، متخرج مع العالم الموسيقى. اليوم انا نشوف نعيش في احساس غريب برشا، ساعات واحد يوصف معناتها تشندم على الاختيار اللي اختاره في حياته، علاش هكا الفنان في تونس؟ الفنان في تونس وجه الفنان في العالم، وجه راهو وجه البلاد، راهو نوار، راهو قدوه، راهو حاجه، راهو فيانه، راهو فن، راهو ما يجيش نتعاملوا معها هكاكا، وراهو مواطن كالمواطنين الكل وعنده حقوق وحريات اللي هو تتلب فيهم في تونس. اليوم وضعيتك انا غسان نحب نفهم انت اليوم وضعيتك كعازف شنو، خاطر هذا اللي باش يسمعوه زاد الناس. وضعيتي صعيبه، اهم حاجه ممكن انا نكون خير من صحابي شويه اللي مساكن اللي مرضوا وما لقاش باش يداويوا. معناتها اليوم بالحق اللي قاعد يوصل اليوم راهو فما برشا مهن موسيقيه اليوم اصحابها ما عندهمش باش يخلصوا كري، ما عندهمش باش ياخذوا مصروف ديارهم، راه عندهم الناس معناتها عليا شيكات، عليا قروضات، عليا كمبيالات، معناتها معناتها شنو نعمل؟ نخسر كرهبتي، ندخل الحبس خاطر ما خلصتش كريدي، يتعقل لي شيء يتعقل لي، مع هذا كل خاطر سلبتني الدوله في حريتي باش اني نخدم، ما طلبتش حتى تعويض، نحب نخدم، طبق البروتوكول اللي تحب عليه، حط لي اللي تحب عليه، اعطيني حق الناس الكل اللي تخدم في النهار، اعطيني شويه وقت نخدم فيه في الليل باش ناكل ونشرب ونداوي، واعطيني مينيموم فاهمين اللي هي ازمه على الناس الكل وظرف صعيب على الناس الكل. لكن كيما كيما رعيت الناس والمهن الاخرين الكل راعيوا المهن هذي. قول لي انا انت اقعد في الدار موت بالشر وتجي تحلها، سامحني ولو انا ما نحبش نحكي في السياسه خاطرني فنان وما
وانا ندعوك تقعد تحكي في الفن يا غسان. غسان الموضوع لازمه أكثر من بلاتو وأكثر من ساعة وأكثر وقت. أنا نحب نشكرك بارك الله فيك اللي أنت كنت معانا، بارك الله فيها زادة منال اللي حكيت عن الناس الكل زادة كانت شاملة في التدخل متاحة. شكرا ليك في الإعداد نتاع اليوم أسامة صافي، شكرا ليكم في الإخراج الرقمي. خليكم مع بقية برامج إي إف إم، كنت معاكم زينب.